السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكون اموركم هانيه سانك سانك كما العاده. كدايرين؟ كدايره مع هاد الحراره؟ مازال خلاص مابغاش يبرد الحال. اموركم هانيه؟ اللي عنده شي وليدات واش دخل مشاو للمدرسه؟ المهم الله يحد الباس وصافي وصافي وصافي. هذا ما كان، كيف ما كتشوفوا نضنا من النعاس، دابا بدينا كنحاولوا نسترجعوا ايامنا كيف ما كانت، يعني حياتنا العاديه الطبيعيه من مور ما رجعوا ولاد من المدرسه. كنا مع التمنية كيف ما كتشوفوا، انا جمعت البيت النعاس ديالي، طويت الكوفر اللي ديالي كنتغطي به، في حق كيجيني هذاك بارد، كنتغطى به حيت كيجيني بارد. الناموسية ديال ولدي كيفما كتشوفو راها جمعتها، المهم داك الشبيكة كانوا فيها شي دوك الحويجات، تقشرات وشي تخربيقات، تا هما راه رديتهم لبلاصتهم. إيوا هانتوما كيفما كتشوفو، وبدا نهاري هنا، راه الناموسية ديك البليصة تخسرات لي، عاد كان خصني نصاوبها، ما عرفتش في حقها فين نديها نصاوبها. هادي ديك اللعيبة، ديك لعيبتيكا كضحكني، واحد المتتبعة كتقول ليا كضحكني فاش كتقولي اللعيبة. ايوا صافي، جمعت البيت، خرجت هنايا لبوسط الدار كنجمعها، كيف شفتو الخنيفيشه راه هو جالس، هو داير حقو يا لالا. هلا مره خصني نرغب، انا كنقضي وانا كنرغب ضروري. صافي كيشتو ست دراتي راني صوبتهم، داك الفوتو حطاه تما باش عاد كيبقاو الدراري فين يجلسوا يتسعوا. تا هو بالزربه كنسوس ديك الشطيطيبه صغيره كنسوس بها الغبره، عندي الدار عندي فيها الحلقه، الحلقه كتهبط لي الغبره، كنعاني من الغبره، النيت كنعاني، خصني نقيل نشطب ونسوس. ايوا ما عندي ما ندير، هادشي اللي عطى الله نحمد الله ونشكره عليها. هذا ما كان، صافي الفياق بكري في الحقيقه شي حاجه كديري بزاف د الحوايج، معدا في الصباح ديالك كتسالي امور كامله، شغل كامل بكري وكترتاحي. انا دزت هنا راني عجنت من مور ما عجنت، قلت باقي ديال الوقت وباقي الصباح، علاش لا ما نديرهمش شويه النويد بالشحمه، ولادي كيبغيوه بزاف. راه ديجا انا راني قطعت البصله ودابا كنقطع الفلفله، جا زوين بزاف الحقيقه، تكل كيجي زوين، دراري كيبغيوه. صافي كيف ما كتشوفوا هذا التعميره ديالي، درت الشحيمه تما من الفوق، درت الشحيمه من الفوق. انا راه كنعبر لا ما عرفت راسي اش كنقول انا عقلت راسي اش كنقول. بالنسبه للملوي بالشحمه، الا بغيتو تسرعوه ويجيكم بنين، وديك الشحمه كتقتلوا لي هذيك داك الجهد ديالها، كتزيدوا معها العطريه ديال الكفته، كيولي ما نقول لكمش زوين، كيجي رائع. ديك التعميره كتجي فنه مور ما درت البصله وهذا، من مور ما درت البصله واعوذ بالله مشيت راجيم الفلفله، تشحروا الشحمه، درت العطريه اللي كانت دار، زدت عليها غير هذه العطريه ديال الكفته، والزيتون مقطع، والفلفله حاره اللي ما كيبغيش الفلفله حاره بلاش. صافي وراه كيف ما شفتوا راني كورت المليويات دياولي وخلطت واحد الكيكه حتى هي درتها. المهم درت اليوم واحد الروتين اللي هنيني واحد 3 ايام، عجنت الخبز، درت كيكه، درت حريشه، درت مليويات، المهم اللي دوزوا ليا واحد، المهم واحد 3 ايام نبقى نفيق، نجمع هي الدار، نطيب هي الغديوه. بالنسبه للفطور الكوتي درت حتى الحريره حتى هي هذا، والعشاء يبقى خصني هي الغدا اللي نبقى نصب لولادي. المهم داك فاش يجيو من المدرسه فيهم الجوع اولا من السوايع، نلقى ما نعطيهم ياكلوا. ايوا هذا ما كان حبيباتي، هانتوما كتشوفوا دابا راني كنغسل الميعنات، مور ما هنايا راني كنغسل الميعنات ديال الغدا. جاو الدراري عطيتهم، جا الولد، غير الولد ما الدراري ما بقى ما عندهمش نفس التوقيت، صافي من المدرسه لوحده ونص، خلاص صافي حطيت لهم غديوتهم تغداو
وكنغسل الماعن باش كان عندي الكوزينه صغيره بزاف، راه ما تشوفوش تقول